وماذا عن التحديثات بخصوص ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين؟ هناك مصادر تتحدث الآن، أو هيئة البث الإسرائيلي في واقع الأمر تتحدث الآن بشكل رسمي عن 300 قتيل إسرائيلي. وأذكر هذا خبر عاجل، هيئة البث الرسمية الإسرائيلية تقول أنه قد ارتفع عدد قتلى الإسرائيليين إلى 300 قتيل. أحمد إليك. نعم بالفعل بدر، في آخر حصيلة رسمية إسرائيلية الحديث يدور عن 300 قتيل إسرائيلي و1590 إصابة. من بين هذه الإصابات 300 إصابة وصفت جراح هذه الإصابات بالخطرة والحرجة جدا، بمعنى أن هذا العدد من القتلى قد يرتفع في الساعات القريبة، وأن الحدث لا زال مستمرا حتى هذه اللحظة تحديدا في مدينة سديروت، الذي في ظل الأنباء التي تصل من سديروت عن نجاح مسلح فلسطيني بالانسحاب من مقر الشرطة الذي كان يتحصن في داخله، وحاليا تم إدخال دبابة إسرائيلية إلى مدينة سديروت في ظل البحث المستمر عن هذا المسلح الفلسطيني، وهذه الاشتباكات التي كانت من مسافة صفر بين مسلحين فلسطينيين من قطاع غزة في سديروت وبين قوات من وحدات النخبة ووحدات والشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي، أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 20 شرطيا إسرائيليا من بينهم 3 قادة وفقا للإعلام.